اليوم حابه اعمل اوتس عصيدة الشوفان مع بيتروت وعسل. اليوم حبيت اشتغل شوي مأخر، ما روح دغري على المكتب لانه اخر ايام هلا مع كيونا قبل من غير الشر ما تروح على المدرسة. عم بستعمل حليب الشوفان اليوم، مثل ما بتعرفوا رشة ملح صغيرة لانه بلا الملح بيطلع كتير بلانت. على فكرة البوريتش لازم ملح. عندي اورجانيك بيتروت باودر مسحوق الشمندر، بجيبه عضوي. شوفوا شو حلو بيطلع بالاكل، ما بتتخيلوا قد ايه بيعطي طاقه الصبح وغني بالبروتين والفايبر. بستعمله انا بالعاده بالكب كيك، بالبوريدج، بالكيك مع السموذي. بتخلوه يغلي مع البوريج حوالي 12 دقيقة. وهلأ صار البوريج جاهز، اللون بيطلع بينك وردي، ما بتحسوا على فكرة بطعمة الشمندر، بتعطي شوي مثل طعمة حلوة بالأكل. وهلأ ححط التين هلأ حاستعمل عسل الجارة الأسترالي، ما بتتخيلوا قدي مغرومة فيه وقدي كيونا حاب الكوالا بهاني.